بمنتهى الذوق حبيبتي في كل حاجة عجيبة إذا حكت تعب تخليني أروق وإذا ضغت تديم راسي تجيبة ودي تحطتني على راسي من فوق لحدنا صار ذيك ذر خليني طيبة حتى وهي جنبي حسسني بشوق وشلون لما شفتها بعد عندنا سهرني كثر خليني طيبة حتى وهي جنبي حسسني بشوق وشلون لما شفتها بعد غيبة في منتهى الرقة في منتهى الذوق حبيبتي في كل حاجة عجيبة مستمتعين يا شباب تذبحك الوسوسة يا أبو عامر هذه به الوسوسة كل شيء يشوفه بالصوت والصورة العلم ما قصر يعني خططك ناجحة؟ وشفت بلاوي عسى الله يعيننا عليها بس انت كذا بتتعب نفسك الوقاية خير من العلاج قبل ما يوقع الفاس بالراس تامر على شيء؟ لا بس اسمعي الكلام اللي شفتيه بهالغرفة لا يطلع منها سم تعالي اخذ فيس لفح على عالمنا يا بوياتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام انا ليش الجفا ليش تجرني وانا احبك 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 يا سلام يا مولاتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام احبك يا سلام يلا عيال تصبحون على خير هي وين 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 بيسرون الدجاج اسهر الخفافيش بعدين انا وراي المحقق كونان اوكي مع السلامه يلا الحين يبغانا اغنيه سامريه ما يطيق الصبر يا من لقلبي عجيب ها تقولي وش بخلك له الحزة أشكرك يبا وهذا عندل يدل على حرصك على أبنائك وتربيتك السليمة لهم تصبح على خير تعال ما جاوبتني وش اللي أخرك له الحزة بعض العادات السيئة هي اللي أخرتني وش هي العادات السيئة يوم جيت أبجي للبيت ألعش جاء استحيت من العيال يأكلون لحالهم وأنا أمشي قمت أكلت وما هاك كنن ما همك أبلش مدام كذا أبقول الصدق عجيب والله كل هذا يصير في بيتك أبو عبيد وانت نايم والله أن يصلك الخبر الحالي
ابو عبيد يا ابو عبيد يا ابو عبيد ايش عندك؟ خير؟ خير؟ وش عندك من مصيبة؟ والله هالمصايب ما تطلع من هالبيت يا اخوي. انت ما تنام، انت بك جن طايرن بك، مع انك سفلة ولا تسوى بصلاة. انا عن نبري ضميري لازم اقول لك، ترى شغالتك انا شايفها تطلع من عند السواق. طيب وش فيها؟ حجي وش فيها؟ والله اكبر، ما تخجل انت، وش ملاكت؟ ابي وجهك دم، ما تستحي من اللي حواليك. الظاهر انك انت موسوس ونيتك شينة. هذا السواق جايبه هو زوجته. طيب وين ما تفتح لهم باب من داخل السوق؟ علشان الجيران ما يشكوا فيهم. اي خدمات يا حبيبي؟ اقول ابو عامر توكل توكل توكل، لا تجيب لك الشرطة. توكل. سو خير يكشر. اسمع يا ابو صالح، اسلم. اذا ولدوا عامر ما فكنا من شره خلوه علي. يا ابن الحلال هذا راسه يابس، واذا ما عدلناه ترى بيتمادى وبيننا وبين الشرطه. يا ابن الحلال انا قايل لك ادوى وعندي كفو. بالله عليكي وايش سويتوا كمان؟ وكيف كان الفرح؟ والله كان نفسي احضر بس عامر ما خلاني انزل على جده، خساره. والله وحشتوني. بالله عليك من جد؟ يعني يمكن تجوا؟ متكلمين؟ منال شوية وأكلمك. ها؟ هذه صاحبتي منال، في شيء يا خالي؟ وش سمي؟ تتدخل في خصوصياتي يا خالي؟ إيش هو هذا؟ عجيب والله. إذني بقى يا جروح أدوك داوي. داك الفنان البطل يا عيال، الاغنيه الجايه وبعدها بنسري. السهر مو بزين لصحتكم يا شيخ. اندلع اخوي، حر خسنا فقني ثمك قدامي. قام شغل المكيف. ما عندك عراقي بطيء؟ موجود. يا ساتر، مصيبه يا اخوان. وش فيك؟ في كاميرا، في احد يتجسس علينا. ما انت بعاقل يا البنتاغون، وش عنده يتجسس عليك؟ ها اقول ارقد. اها دحين تاكدت. العامل قبل كم يوم يقول ابوك خرج من استراحه ومعاه سيارتك. انا اتهم ابوك يا عامر. ايه ما ارضى تقول عن ابوي كذا، تفهم ولا ما تفهم؟ الحين توني افهم. طلعاتك بدري وترك السهر، لا تسوي لي فيها مثالي يا كابتن. هذه اسمها استراحه، يعني ارتاح فيها، مو ابوك يتجسس علينا. أظن يا عيال لو نقصنا واحد بالاستراحة عادي، صح؟ صح. وش تقصدون يا عيال؟ افهمها زي ما تفهمها. طب عادي أجي بكرة أخذ أغراضي؟ عادي. طب عادي تغني لي أغنية؟ نيلك وداعي يا آخر ليلة تجمعنا. وداعي وانا ليش استنى لين بكره ان شاء الله عشان الوم عفشي؟ انا كلمت اخويا وجاي ياخذني. يا بنت الحلال اذكري الله، مهما يكون هذا خالك ولازم تصبرين عليه. انا ما اقدر اعيش في بيت مراقب كذا، صرت اشك حتى في نفسي. خير خير ان شاء الله. وش في صوتكم طالع؟ سلامات، وين رايح انت؟ رايح البيت اهلي، اعتبروني انه انا طلعت نومينيه. اصلا هذا تلفزيون الواقع، البيت ده كله ملغم كاميرات. لما تخلصوا البرنامج حقكم ساعتها تعال خذني. خير خير إن شاء الله. وش في مشاعر زعلانة؟ ما تدري يبا، من حركات التجسس اللي مسويها أخويا يطردوني من الاستراحة يوم اكتشفوا الكاميرا اللي زارعها، والجيران كلهم متضايقين، والحين زوجتي تبي تطلع من البيت بعد. خلها تولي قضى الحريم. عجيب والله.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هلا هلا أبو عامر. هلا أبو عامر. خير إن شاء الله. شو السالفة؟ لا بس أبو عبيد انسرق بيته. أبرك أقول يعني عسى مسكوا الحرامية. لا لا ما مسكوهم بس ما نقول إلا الله يعوض خير مساكين. لا تشيل هم إن شاء الله. موضوع بسيط إن شاء الله بينحل. الله يبيض وجهه. السلام عليكم. هلا هلا. مشينا يا شباب. سلام عليك. عليكم السلام. يا ما نصحتك ويا ما قلت لك ركب كاميرات لكن انت رازل خشيشك وما تفهم حقك وما جاك. اقول سقها 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 توكل على الله. لقيتها. اقول يا ابو عبيد هلا الحين ابو عامر ما عنده كاميرات؟ اللي عنده كاميرات هالمروح وكاميراته. زين ورا ما نلحقه ونخليه يوريناها لعلنا نكتشف الحرامي. والله انك لقيته يا حبيبي يا ابو عامر. تصدق انه رجال ما شاء الله عليه جيد جيد الله يبيض وجهه جار ما شاء الله نشمي. يا ابو عامر ابو عامر لا تسوقه يا خلف ابوي انت يا بعد حي. تعال تعال ابو عامر ابو عامر ابو عامر ابو عامر. خير شبود يا حبيبي انت يا طير شلوى انت الذي من بدة الناس مخليك رجل على فعل المكارم مضرة. يا حبيبي والله يا ابو عامر ترى الجار لو جاء ها ابيك يا بعد حي تكشف معنى الحرميه. وش قالوا لك؟ انا سال بوليسي. تكرم تكرم يا ابن الحلال بس نبي ندخل نشوف الكاميرات اللي عندك لعلنا نكتشف الحرامي. انا الوسوس انا الملقوف. يلا يلا راح دبر نفسك وعندنا الكاميرات. ويحي هذا ردي من الله خلقه وجه القعود اللي واطي له جمره. هالحين وش نعمل؟ صدقتوا انتم حبايبي انتم جيراني. يلا تفضلوا تفضلوا ابن شوف الحرامي. يا بعد حي يا حبيبي والله هدري انك سنافي يا الذي من بدة الناس مغلي. هاي سرقنا؟ عجيب والله عجيب. حمد يا حمد 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 سم بيبا سم. خير وش فيه؟ سلامات. أغراضي وأجهزة المراقبة كلها سرقت وغرفتي ما فيها شيء نبت. الحمد لله الحمد لله. أقول لك سرقت تقول الحمد لله؟ غريبة أغراض البيت ما نسرق منها شيء. أقول لك رحل بس بسرعة يلا لبلغ الشرطة خلصني. أبشر. لو سمحت البيت هذا اللي عليه الكاميرا حق منه؟ هذا بيت جارنا ابو عامر هو اللي عنده الكاميرات. طال عمرك. ما شاء الله جو الشرطه بهالسرعه. يا عم بعد اذنك اللي بيشوف الكاميرات. اصلا احنا جايين نبي نبلغ الرسيفرات حقت الكاميرات كلها انسرقت. معناته الحرامي هو نفسه اللي سرقهم والدليل اللي عندكم راح. لا يا حضره الضابط الدليل عندي. أنا مركب كاميراي بالبيت وصورت كل شيء والمجرم صورته وهو متلبس. تسمع ولا لا؟ أركب بديت عندنا شباب البوم. شباب البوم يا كله سمك هيبرد. يعجبني اللي قد التحدي اللي ينهزم يعشينا مو مثل بعض الناس. والله مو مثلي. بعدين يا عبسي واك جاي بنسمت تنجبت برست ابو جوك. اسمع نقنق معنا بس سمك وبعدين اضربها برست حراق خليه يلعب بطنك. تعال امسك امسك بس جرب ذا اللقمه شوف. يا الله يا ربي شوف 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 سمو سمو عيال جرب واحكم. ها
بسم الله بطلة. يا ولد هاي سلامات يا ولد. ظهر انه شوك انشبت بحلقي بس ما خلاص ما عاد احس به. شكله بلحها يا عيال. عموما خلونا ناكل وبعدها يجي صك بلاي ستيشن واللي ينهزم يجيب العشاء بكره. اوكي اوكي. عطى روح بدري عليك. مو بس انه صايف بروست شو سوات؟ لو انك ماكل معانا كان اصرف لك بدل الفلسفه حقتك يا ابو بروست. حشوفك كل يوم واروح واقول نظرات رد الروح أعيش فيها عشان بكرة عشان الليل اللي كله جروح. أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة ترد الروح أعيش فيها عشان بكرة عشان الليل اللي كله جروح. طالع بنورة أنت وشكم يا عيال فزتوبي تراكم. انخبر صوتك مخيس وما ينسمع شلون طلع كذا حلو؟ صوت محمد عبده بنفسه؟ والله عيال مو بقصدي بس لو تبون اسكت اسكت. لا 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 تسكت بس انا ماني مصدق شكلها صدفت معك او اذانينا فيها شيء. اذانينا ما فيها شيء كلنا سامعين بوضوح. لا ما اعتقد. تكفى والتكفى تهز رجاجيل. نبغى نسمع اغنيه ثانيه في صوت ابو نوره. المشكله ما حفظت اغاني واجد ابو نوره هذا الاساسي. تكفى يا ولد العم اغنيه واحده بس ابغني لكم بس لا تناظرون انت كذا. ابشر بروست ما بغى. هلا عند الباب. يلا تهاجون يا عيال في جني. لا ما اعتقد يا ابويا هذا السمك. ايش تقصد؟ الشوك اللي نشبت في حلقه يا ابويا اشتغلت وسوت عوائلها. الشوكه صاحبكم هيدا مشهور؟ ايه مشهور، وش تبي منه؟ حلو كتير، بدنا اياه يغني عنا هاوني بالمطعم. والمقابل؟ المقابل ورقة زرقاء 500. وانا؟ وانت شو؟ انا مدير اعماله. تكرم عينك، كمين ورقة زرقاء؟ انا بمشي، عرضكم ذا ما يحمس. لا 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 لا، عود 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 عود، استنى يا خي، روق علينا، شو بدك؟ شلون شو بدي؟ الحين خوينا هذا جاي بصوت بنورة وتقول لي 500 ريال. ولا يهمك ولا يهمك، فوقهم كمان عشا. لا دام فيها عشا عجل توكلنا على الله. بس اسمع، تعطيني 1000 ريال كاش عشان انا اعطي خويي 500 وانا اخذ 500 لاني اخاف انه يحسبني زرفته. اوكي تكرم عينك ولا يهمك. نسيت اقول لك ترى خويي ما يحبك المطعمكم. مطعمنا ولو ليه؟ جيب له بروستد. ولا يهمك ولا يهمك، بنجيب له بروست. يكسف سنة بعد رد جا من جبينه. هذا حبيبي أرع العيون الناعي سارم شهافي لسل همت ذاب الهوى من حنينه. هذا حبيبي أنا حبيبي بسمته تخجل الضي يكسف سنة بعد رد جا من جبينه. نظرة الله سراب ولا مي راعي الهوى
قالوا لي انك مدير اعمال الفنان صالح صحيح؟ اي وصلت. ما شاء الله. اجل هذا كرتي طال عمرك. انا صاحب استوديو كبير وضخم ومعروف ايضا. ودي لو ترسل لي الفنان صالح ابى اسوي له ديمو. ديمو؟ بس صالح ما ياكل الا بروست. يا اخي هذه مي بكله. هذه طال عمرك نبي نسجل له مقطع صوتي، يعني تقدر تقول اشبه بالتجربه، وانا عندي احساس كبير انه هذا الفنان خطير وبيكسر الدنيا. ابشر بالديمو، ما طلبت شيء. مع السلامه. مع السلامه. يا مان يا الاخو تفضل، شو عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. لو سمحت انا عندي فنان عنده ديمو وقالوا لي لازم اسجل اغنيه علشان الديمو، وش النظام؟ تفضل استريح، بساعد مشغول شوي. مشغول. تفضل. ايه طيب عادي نتفضل. انا ما ابي غير ابو نوره يسجل لي الاغنيه. طيب بس ابو نوره بيكلفك 150,000 ريال. 150؟ نعم. مره كثير. في غيره اقل بكثير. انا ما ابي اسمع صوت احد بزفه اختي غير صوت ابو نوره. 150,000 ريال. ما ابي شيء خلاص. خليك هنا لا تتحرك. لو سمحتي يا اخت، ممكن اكلمك بكلمه راس خارج الاستديوهات؟ كلمه راس؟ وش تبي؟ تفضلي. من جدك؟ نص اغاني بنوره من كلمات الوالد امد الله في عمره، حتى بالاماريه امس متغدي معنا سمك. بس كم المقابل؟ انت كم تقدرين تدفعين؟ لا انت قول. انت الاول. خلاص خلص علينا. بكم؟ لا السيدات أولا، قولي لا تستحين. 50,000. 50,000 ريال؟ ريال سعودي؟ صدق ولا تمزحين؟ ما تقدرين تدفعين أكثر؟ 60,000 ريال آخر كلام. موافق. بس كيف أثق أنه كلامك صح؟ أرسلي لي الكلمات على الواتس وبكرة الأغنية تحضر لس بالبيت. هلا والله بالاستديو البطل. حبيبي بصلاح، نبي التسجيل شغل نظيف. ما تخافشي، عيب عليك. من وين جايبينهم دولي؟ نزل ايدك، نزل ايدك يا بابا. كخ كخ عيب، دي من اقوى دي الانواع. وبعدين انت ايه هتعمل لي فيها عبد الحليم ولا ايه؟ ما تغنوا تقرفنا، قصدي غنوا وخلصنا بقى. سلامات، لا تنفخ على ولد عمي، بعدين احنا دافعين حق الاستديو. ها يا استاذ عمري، الاشكال اللي انت جايبها لنا دي يا راجل، ما كنت قلت لي وكنت جبت لك مطرب، انما ايه صوت وصوره وشكل وبحه حلوه. يلا يلا انت صالح. اصبر اصبر، ضيعت الكلمات. أبقى تلين شوي، أحس إني تعبت. خلاص خلاص يا صالح، اشرب ماء، اشرب ماء وبعدين تلين بالملحق. اشرب يا سيدي. تست 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 تست. أنت لسه هتعمل تست؟ يا أستاذ عامر ما يغني بقى وخلصنا يا أخي. أقول استنى شوي يا أبو صلاح، أنت وراك عجل وحريقة. يلا عطى تست وبعدين ادخل بغنية الفرح. اتفضل اتفضل، خش في المود يا أستاذ. ما عاد بدري قلت لي وش تحرى ذابت نجوم الليل من جمر لا حصل ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا 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 لا، ده كتير. ايه الصوت ده؟ ده بجد اللي انا سامعه حقيقي. الاسطوره خليفه ابو نوره. اتفضل اتفضل استاذ. الله عليك، بصراحه جميل. مش النجوم اللي ذابت، انا اللي ضبط يا راجل. ايه ده؟ انت فعلا فزع. اهو دول بقى يا استاذ عامر ما بيخرجوش غير لما يكون في صوت حلو قوي 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 وبحته حلوه. من زمان الصوت ده ما ظهرش على فكرة. الحاجات دي نادرة ولازم نحتفظ بيها. غلفوه يعني؟ لا بجد، ده لازم ينزل في شريط فاجر. انا عايزه، ده بسوليفانتو، ده حاجة بكر جميلة. قوم يا عم تعالى معانا اهو. غلفوه غلفوه. ولد عمي ابو نورة تفنن بالاغنية بشكل خرافي. قايل لس خلي بنورة علي. هذه 60,000. والله لو ادري الاغنية بتطلع بهالروعة كان اعطيتك زيادة. حنا فيها
خل نروح لاخر الشارع عند المحطه في صراف تصرفي لي وتعطيني. ان شاء الله المره الجايه. تعرف فنانين ثانيين؟ اف عليس، اعرف كل فنانين العرب، كاظم، عبد المجيد، عبادي، كلهم تعرفهم؟ ابد، كلهم نعرفهم، اتصل نصل. وكلمي صديقاتس، اي احد تعرفينه من قربس كلميهم. اوكي خلاص ان شاء الله اتصل عليك. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هلا والله بالدراهم. هلا بولدي العام. اسمع هذه 60,000 لك، 10 ولي 10 وباقي الدراهم متى بتدعيهن؟ بعدين اعلمك وين ادعيهن. امش. ابوك الدراهم. استاذ عامي المره الجايه اذا تكرمت يعني يا ريت تغير لي الجهاز ده. هو خلاص ابشر ابشر بعزك، بس خلينا نطلع دراهم شوي واجيب لك جهاز من امريكا. ماشي. عامر ابي اقول لك شيء مهم. سم. عجزت انام مثل الناس لي يومين. بلا من البروست اللي تاكله الحراق. اجل في احد يفطر بروست بالثوم؟ ابن الحلال ما له سنعه بروست. حلقي كل ما جيت بنام بنسدح اشغلت هالشوكه. طيب ولا ما تنام وانت واقف؟ رانا عامر. الزبده ترى بروح المستشفى. طيب اصبر كم يوم الين ما نخلص الطلبات اللي عندنا وبعدين نروح المستشفى. ما اقدر، عجزت اركز. يا ورد خليك على كف الايام، اما صفالي الوقت اكيد بيصفالي، ترحل وتقبل مثل طيف بلا احلام، واكيد بيجي يوم وما ما 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 بتلقاني. الله يعطيك الصحه والعافيه وما قصرت، بس انا في الحقيقه قصيدتك دي ما عجبتني ولا راح اغنيها. ليه يا ابو نوره؟ وش دعوة الله يهديك؟ أنا متفق مع مدير أعمالك إني أدفع لكم 200,000 ريال عشان تغني لي القصيدة يا أبو نورة. المسألة مو مسألة فلوس، المسألة إني ما راح أجاملك وأغني القصيدة دي وهي مكسرة. أنا بصراحة أعتذر لك وما راح أغني القصيدة دي. يعطيك العافية، ما قصر. تفضل، مشكور حبيبي. وبعدين معك أنت في الحراجات هذه؟ طول عمرنا قلت تسمع بنفسك يا ابو نوره وتحكم الله يحيك. انا كم مره قلت لك الشاي حقي ملعقه واحده سكر بس يا بني ادم، ملعقه واحده بس. ترحل وتقبل مثل طيف بلا احلام، اكيد بيجي يوم ما 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 بتلقاني. ما هذه القصيده الممتازه؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، وش ذا؟ صح لسانك، من تبي يغنيها؟ يا عامر يا اخو تبدي بغت تنقطع. ابو نوره ما خليت عنه شيء، قلبته يمين ثم قلبته يسار، جيته منه هو مدير اعماله وقلت بعطيكم اللي انتم تبونه، وسمع القصيده لقيتها عليه وسمعها وقال لا ما ابغى اغنيها. اسمعني يا عامر، هذه قصيدتي ابيها تظهر للنور ويسمعها الملك كله. يعني انت تبي ابو نوره يغنيها؟ ايه ابو نوره وميت على ابو نوره موت. شكلك جيت لابو نوره بوقت غير مناسب. انا وش يدريني انا وقاته؟ ابو نوره اذا جيته هو مروق يعطيك حتى عيونه. وعساك تعرف احد يعرفه ولا تعرفه؟ شو العلم؟ عفى عليك، بس ابو نوره والوالد اخويا من يومهم صغار، وابوي كاتب نص كلمات ابو نوره، حتى بالاماريه امس متغدي معنا سمك. تكفى يا عامر، ابي الرجال يغنيها لي، واللي تبيه اللي تبيها حوله لك حال حين في حسابك. ما عندك مشكله. لا لا ما يصير كذا، لا لا. وينه صالح؟ وينه صالح؟ مين صالح؟ شوكه. ولا طلع يا دكتوره بينام ولا. ولا تطلعها، خلها موجوده. هو التاخير مش في صالحنا، لو هو مش جاهز للعمليه انا ممكن ادير شويه مسكنات لغايه اخر الاسبوع. كفو يا دكتور، المسكنات ممتازه. اهلين بفناننا راشد. يا مرحبا ابو طلال. مين قال لك اني انا سويت 5 أغاني حفلات الاسبوع هذا؟ انا ما سويت ولا اغنيه. الموضوع فيه انه خليني انا اشوف الموضوع وارجع اتصل عليك.
طيب حبيبي، مع السلامة. الدكتور قال المسكنات تزبنك ذا الأسبوع، يعني لين ما نخلص التزاماتنا. أي التزامات؟ أنا شغلها من صحتي. ياك مخة، ترى أنا موقعين مع عالم، يعني إذا ما خلصنا أمورهم بتنسجن الأسبوع ذا بس. أوكي، وبهالمناسبة هذه أبزيد نسبتك 60%. كذا عسى الله يصبرن. يلا ورا ما فرحت، تعبان ما تشوف شر. طيب كيف؟ أنا ما غنيتها. أبشر طال عمرك، بشوف لي حل. استغفر الله العلي العظيم. قبل ما ندخل بالتفاصيل، أبي أعلمك إن ناخذ على الأغنية 50,000 ريال. طيب تم، ما عندي مانع. من تبي يغني لك؟ أبو خالد. أبو خالد؟ أيهم أبو خالد؟ أبو خالد ما غيره، عبد الكريم. وبعد ودته مع ابن فصلة. تبي عبد الكريم يغني شيلة ومع ابن فصلة؟ همك تقول تسوون كل شيء؟ إيه نسوي كل شيء، بس أنت خابر، حنا في الرياض وعبد الكريم بالكويت، وما أدري عن مواعيده. مو بنت تعرفون كل الفنانين؟ دق عليه هالحين وتوكل. إيه صح صح، خلاص ندق عليه. وفلوسك جاهزة كاش، تبيها الحين؟ لا لا لا، ما بيها الحين، خل نسجل العمل وأدق عليك تجي تتأكد. هذا الكلام أستاذنا. ألو، هلا، تبي أغنية بصوت محمد عبدو؟ أبشر بعزك، متى تبيها؟ لا لا، اليوم ما يمدينا. 160,000؟ أبشر بعزك، أجيك الحين. ارسل لي الموقع جهز الشيك. مع السلامة. هذا زبون جاد يبي يدفع 160,000 عشان أغنية. جو جو جو، لمو لمو، حلا لا يا الدرهمات. 160,000؟ عامر أجي معاكم أتفاهم معاهم. لا لا لا، أنت تفاهم مع نفسك. أبو نورة أفع عليك، بس الوالد أبو نورة أخويا وسفراتهم كلها مع بعض. أنت بس عطني الشيك وخلال ساعة والأغنية بجيبي. 60 سنة وأنا أغني، وانت جاي في يوم وليلة تقلد صوتي وتخرب مسيرتي الفنية؟ انقفطنا من فنان العرب كله من عامر. أنا ايش دخلني أنا؟ أنا اللي غني ولا أنت يا مزور؟ هيا غني لي. والله يا طويل العمر ما راح أسامحك إلين تغني لي. أقول لك غني لي مقطع بسيط من أغنية لا تجرحيني. لا تجرحيني جرحك العام ما طاب. برافو. آها، الموضوع فيه شوكة. اسمع يا ولدي، أنا سامحتك، بس خد بالك تاني مرة إذا جيت تاكل سمك انتبه من الشوك ولا تأذي الناس. كفتة. 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 يا كفتة، وش هذا؟ كفتة. إيش قلوه؟ بسرعة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع 3 شوكات لسمك كبير جدا من حلو. يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. شفت هذا لاعبك مصاب؟ شفت عطى روح. بدري عليك، يلا روح روح القم. عامر لتوصيل الطلبات، كيف اقدر اخدمك؟ ابشر بعزك، ارسل اللوكيشن واجيك على طول. سريع سريع، مع السلامة. بدري وين رايح؟ توك جاي. ابد رايح مشوار وراجع. هب شغال زي المجوان. ايه قل ما شاء الله، قل ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كمل عني يلا. تعال. نفس الفرق ولا الثانية؟ نفسه، كمل فريقه.
السلام عليكم. عليكم السلام. عامريني يا خالة. هذا العنوان، هذه الفلوس. أسمي، أبشري. مع السلامة. يا محمد، محمد تعال 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 تعال، يلا شيلوا الصندوق، شيلوه شيلوه، كفو كفو. ركبه ركبه. خذ خمسة، يلا توكل على الله. أبشر، بينك وبينه يلا خمسة خمسة. فرحان أول مرة ترى. روح يا شيخ غشيم. سلام. إيه وخر. إيه. السلام عليكم. سلام. السلام. تعال شوف يا أبوي، من يوم ما رحت ما فينا تكسير روش. روح. كيف التوصيلة؟ يا رجال أي توصيلة؟ واحدة أعطتني صندوق ورقة فيها عنوان وتليفون. رحت للعنوان لقيت بيت مهجور. أتصل عليه ما يرد. طيب ارجع اتصل مرة ثانية. سبك أنت، أقول لك أتصل عليه ما يرد. والصندوق فين؟ الصندوق بالسيارة. اسمع انت، هو دام الموضوع فيه جثث لا اعرفكم ولا تعرفوني، انتم من طريق ولا من طريق. افا يا شكر، تترك خويك، تترك خويك، هذه جريمه، انت ما تفهم، هذه جريمه. طيب اتصل على اللي طلب منك مشوار. واضحه يا ابوي، قال لك ما يرد، اكيد دبس الغبي ذا في الجثه. تستهبل انت وجهك، يعني الميت اتصل عليك قالك تعال وصلني؟ لا، اللي قتله هو اللي اتصل جوال المرحوم، بس الحين لازم اطلع المجرم قبل ما يوصل الموضوع للشرطه. فكنا من الموضوع هذا، ايش نسوي؟ الجثه حتعفن. يا عيال الحين ندخل الجثه بالثلاجه وبعدين نتفاهم. يلا شيلوا معي. حول القوه الا بالله. استنوا عيال. وش فيك؟ ثلاجتنا خربانة، نسيت انت هو ابوك النكبة، وش نسوي الحين؟ والله ما ادري. الا تعال عامر، اهلك ما تقول لهم مسافرين؟ الا يلا مشينا. راح 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 يلا راح. شو من عندك؟ شو من عندك؟ ارفع ارفع ارفع. هون لا ثقيل بعد. دقيقة دقيقة عيال، اصبر اصبر اصبر. فيك انت؟ كيف يدخل الصندوق من هنا الحين؟ اي والله انك صادق. طب اسمع، مالنا لباب الصالة. يلا يلا شل شل. يلا عيال. عمر خير ان شاء الله. شو الصندوق هذا؟ فواكه، لحم، خضار. ها والله ما تحسون مثل الناس. نقصد ان الصندوق ذا فيه فواكه وخضار ولحم، نبي نوزع للفقراء والمساكين. جزاكم الله خير. ايش تسوي القهوه ابوك تعبان؟ ابشر ابشر يبا، ما سافرتوا؟ رحنا وفاتت الطائره. ايه ما شاء الله. يلا نسوي القهوه. ابشر ابشر يبا. خلاص عيال، انتم ودوا الصندوق
بلونات وانا بلحقهم. ها يلا شيلوها. شب عندك شب عندك. ليه حطيتها في الزباله؟ عشان ياكلونها حقين البلديه. يا ذكي يا اخ. وين الصندوق؟ شوف حليت لك المشكله. ما بول انت وياه، واذا سالوهم من وين اخذتوها وبصماتنا كلها عليها. امشي شغل. متأكد ان هذه هي العمارة؟ اي متأكد هذه العمارة. طيب اي شقة؟ ما ادري. كمان ما تدري؟ واضح ان الشغلة محبوكة. يا عيال الجثة تمشي. هاي جثة. الميت اللي في الصندوق يمشي على رجوله، شايفه؟ مهبول انت، مهبول. شكل الصدمة أثرت عليك. والله العظيم شفته يمشي برجوله. امشي 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 معي امشي. والله شايف يمشي. ها هذه الجثة ولا لا؟ طيب اللي شفته مين؟ هذا اكيد جني. الهرجة فيها جن. أقول اسكت، ترى مو بوقتك. انت بتكون معاك تدخل السجن. شكش عويض الله من شرك، ترى ماني برايق لك. رجع البيت ما بمشي معاك وانت كمل. لا يا شيخ طول عمرك الخمه ما توقف مع خويك، انا اوريك بس. يا عيال ترى صوتكم ذا المرتفع ما راح يفيدنا في شيء. عامر روح وراه. ابى اروح وراه اجل وشو. ايه دخل الشرطة. احنا كده اتنكبنا. مشينا يا عيال مشينا. الحرامية صار يقول ميت. اسكت لا تفضحنا امش.
يا ابوي خليهم ايش تبغى فيهم؟ هذول يستاهلوا يلبسوها. يا اخوي ما نقدر نتركها. ليش من بقيه اهلك؟ يا حبيبي الصندوق فيه بصماتنا ما تفهم انت؟ رح جنبه رح جنبه يا عامر. وقف في جثه في جثه! جثه جوا الصندوق وقف! أسرع على ما واجهته يا عيال. أنا أقول يا عيال نمسح بصماتنا من الصندوق من الجثة كمان ونرجع الصندوق مكان ما أخذته ولا من شاف ولا من دري. يا عيال اللي قتلوا الرجال ما هم سهلين، ما قتلوه وحطوه بالصندوق اللي هم عارفيني. أنا أقول ندق العمارة باب باب. والجثة وين نوديها؟ قتلوا الرجال وجثة؟ سلام عليكم تركي. تعال تكفى تكفى، محتاجينك توقف معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن دقيقة لو سمحت؟ أمر. الرقم ذا تعرفه؟ ده الأستاذ أحمد شقة 25. طيب الله يعطيك العافية. تحت أمرك. مشينا يا عيال. أنت اللي في الصندوق ولا اللي برا؟ نعم؟ لا 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 الظاهر أننا غلطانين. مع السلامة. متأكدين أن أخوي ميت؟ أبوي أصبر شوية، دحين هو أخوك ولا أنت؟ إيش الهرجة؟ هذا أخوها التوأم سعد. طيب والحرمة اللي أعطتنا الصندوق؟ ترى هي سبب مشاكلنا كلها. وين تليفون أحمد؟ هذا هو. هذا وترى الاتصال جاء منه. والصندوق؟ الصندوق في الاستراحة مع خوينا تركي. يا 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 جماعة يا جماعة والله ما لي دخل، أنا سمعت بيقولون جثة وما أدري شلون صندوق وقالوا لي حبس الصندوق وأنا والله ما لي دخل. يا يا جماعة خير يا تركي، وش أنت مسوي في استراحتنا؟ هذه استراحتكم؟ ياوة تفضلنا. أقول لك أنت وياه أحسن لك تعترف وين وديتوا الجثة. قسم بالله ما أدري، كانت في الصندوق، دخلت دوس المياه طلعت اختفت. بلا لف ودوران واستهبال زايد، قولوا لي وين الجثة؟ وين حاملين له ذولا؟ خيرا بينوا. لو سمحت على ما اظن اني نسيت جوالي في الصندوق اللي انا جيت فيه، ممكن تشوف لي؟ ومن انت اصلا؟ انا تركي، ما هو قضيتنا؟ يعني بالله ما تدري ايش قضيتنا الى الحين؟ لا ما اعرف قضيتنا يا كفتة، علشان وانا وانت نعرف الاشكال هذوليك شباب الاستراحة. مشعل ترى ما في داعي لإنكارك،
كل الأدلة تشير إنك أنت القاتل. المهم إن الرجال طلع حي طال عمرك. الرجال حي، لكنك متهم بالشروع بالقتل ومحاولة تضليل العدالة. والله ما كنت أقصد، الخوف هو اللي خلاني أسوي كذا. اسمع، أخباك تحكي لي القصة من الأول إلى الأخير. كنت أكدب سيارتي في السوق، الرجال ركب معي وطلب أوصل للبيت، وعند البيت اختلفنا على الأجرة. تبين لي إنه مات، خفت، قعدت أدوج في الشوارع ساعة أفكر وش أسوي فيه. أخيراً جتني فكرة أورط فيها شخص ثاني، وما جاء على بالي إلا حقين التوصيل. طبعاً ما أقدر أتصل عليه من جوالي. بس أنتوا كيف عرفتوني؟ كل مجرم لازم يترك خلفه دليل، وأنت تركت أكثر من دليل، وأبسطها صورتك اللي تركتها عند محل العبايات. هل اشتريت منه؟ والله ما قصدت. يا عسكري خذنا التوقيف. ترى الرجل اللي سلمكم الصندوق مسكناه. بس اللي سلمنا الصندوق حرمة، ما هو برجال. كان رجل متنكر بزي حرمة. آسفين طال عمرك، كنا من الخوف تصرفنا غلط. طيب إذا كان هذا الجثة، هذا إيش قصته؟ هذا أخوي أحمد توأمي، يوم شفتوني أول مرة في حارتكم كنت أسأل عليه، قلت يمكن أحد شافه ولا شيء. بس والله الرجال يوم قبلناه شكله كأنه ميت. فعلا فعلا هو أخوي مريض، عنده مرض نفسي، لما يعصب تجي إغماءة كأنه ميت. أنا أحب أعتذر على كل اللي سببته لكم، ما كان قصدي، أتأسف. عموما يا شباب الحمد لله أنها جات على كذا، والآن تقدرون توكلون على الله وتمشون. أركب بديتي. توني عند بيتي يمديني ازرع. قايلين لك ياسر مشرى هديك. ايه اللي في المدرج يتفرج. اوكي لا تنبسط انت وياه، قدم الغشيم والحقه. اقول لك انت الغشيم. لا يا شيخ العب انت ساكت، تونا فايزين عليكم. اوكي انضغط بطاقيه. اصلا الشر مو عليكم، الشر على اللي يلعب معكم. انا وياسر عندنا دوامات ولعبتكم ذي بتطول. اي والله ورانا مدير غثيث الله يغثه. انسحبت يا خواف. لا يا شيخ تخسى ننسحب. ها كمل الجيم. كيف ود عمي؟ يلا. قال ايش؟ قال انسحبت. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا هي قهوة تقند الراس، خذي الاسفنجان ونامت. قهوة دحين يا عمي في اخر الليل؟ ايه ما بيها شيء. لا 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 بالعافية انا ما ابغى. هاي جهال ما هو بضارة بس خوذي الله صحت. الله مرة طيبة. يا ابو يا خردة ما تعرف تلعب. لا تعايز. لا تعايز. لا تعايز. اسمح لي لو بقيت فتاة تفعله. لا تكلم. لا تكلم. لا تكلم. لا تكلم. لا تكلم. أذن الفجر. تمام. لا إله إلا الله. يا الله صباح خير عشان رفيق. ها خير يا بنتي ما نمتي؟ لا. خير يا شرف فيه؟ من القهوة حقتكم هذه. هذا وأنت ما شربتي إلا فنجان الواحد. مسهرني لغاية دحين وانت يا عمي ما شاء الله شفطت الدلة كلها ونمت. حنا نشرب الدلة كلها وننام ما فينا إلا العافية. سلام عليكم. خير وش هي مقروص؟ ما جاه إلا بعد الفجر وطلع نام ساعتين ودحين رايح الدوام. عجيب والله.
إذا هذا دوامك عندنا ياسر ما عاد تنفع موظف أنت. معليش الله يحييك، بس اللي ما نمت زين أمس وفيني أرق. أرق؟ علمنا متى بينتهي الأرق، ولا بنجيب موظف ثاني ما عنده أرق ويعطينا عمل ممتاز. وأنت يا عامر سم، وين التقارير اللي طلبتها منك؟ جاهزة جاهزة. خلاص جيبها لي على المكتب يلا. أبشر أبشر. ما قومت انت وجهك؟ قومتك من اليوم سويت، ما شفتني وشد لك كذا. رحله رحله بس اخلص، خلنا ودي له بس التقارير. كثر كافي كثر كافي. رح وش ذا التقارير كلها غلط في غلط، يا ريتك ما كتبتها. افا متاكد طال عمرك؟ بعدين قل لي هالحين في شيء اسمه عام 1541 يعني حضرتك مقدمنا سنين على كيف؟ هذا خطأ مطبعي من الطابع مو مني. زين قل لي، في عندنا قسم اسم الموارد البشرية؟ يا حبيبي اسم الموارد البشرية. أما عاد هذا طال عمرك خطأ مصبعي، يعني من أصبعي أنا ضغطت على النون بالغلط. يا على أصبع العدو الكسر. اسمعني زين، أبيك تأخذ التقارير هذه وتعيد طباعتها وتتأمل فيها والتواريخ، وبالطريقة ذي أنا ما أقدر أقدمها. تفضل. أبشر أبشر. تفضل مكتبك تفضل. صمت العمر صمت. تزعل صمت. عامر عامر عامر. خير خير؟ وش فيه؟ في أحد يقوم واحد كذا؟ ترى أنت نايم من يوم رجعت من الدوام، ودحين صارت الساعة 10 في الليل، إيش الحياة المقرفة حقتك هذه؟ خلاص، ساعتين قوميني، الساعة 12 قوميني. ترى طفشت وأنا قاعدة لوحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص روحي الساعة 11 قوميني. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله جامعين كل فروض الصلاة مع بعض، ما تزعل وجهك أنت. وش أسوي يبا؟ نومي ثقيل. نومك ثقيل؟ لو في مباراة ولا طلع مع ربعك صار نومك خفيف. لكن يا وليدي الله يصلح بالك إن شاء الله. آمين. باقي صلاة العشاء. الله أكبر. يبوا ياخذوا لكم اجازه، ترى وضعكم كذا مره ما يجي. المشكله ما عندي رصيد. يعني الاجازه بفلوس؟ شوف ايش يقول ذا السبه، مو هو برصيد فلوس، رصيد اجازات. والحل لكم سنه، كل واحد فيكم يقول بعدل نومي بعدل نومي، وما انتم عارفين. يا حبيبي حلها ربك، المهم بكره ويكند، خلونا نفلها يا عيال. اي والله هو بنشبع نوم. الحين قرب ورقه البلوت، خلنا نلعب. يلا ياسر تعال قابلني. يلا. تعليمكم. غش ما فيه، اوكي؟ صح 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 صح. العب سجل عندك قاطع بالشرية. مسوي ذي تبي تنحاش من الكبوت؟ ها ادري عليك، ها لا تهايط. صبحهم بخير. هلا والله. هذلكم مصريين مثلي. اي والله مواصلين. ايش دراك؟ ها بد والله شفت سناباتك تجيب فطور واجيكم. حيو الفطور جا فوقته. ولا كفته سنعنا بريد شاهي. ابشر بالعيون الثنتين. لا تزود السكر. كافو والله. اوف 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 اوف. ايه قم انتو ياه. اخ راسي. ليش ما حد شال السفرة؟ مش هالنوم يا عيال. كم لبثنا؟ وش اللي كم لبثنا انت تستهبل؟ يعني كم الساعة؟ الساعة 8. ها؟ عامر ما شاء الله اشوف وجهك مفقع نوم، فين نمت امس؟ في الاستراحة. يا سلام، عشان كذا نومك ملخبط، ومع مين سهران وفين؟ تحقيق هي تحقيق. اعترف متزوج علي؟ ما تزوجت،
وينه هي بس افتك منس وكمان بتقولها في وجهي بكل وقاحه والله لا اوريك ما هي شيخه والله لا اوريك يا ابوي اهدى يا ابوي والله انت مكبر الموضوع انا مكبر الموضوع يوم كامل ملخمي ويوم تاني مفرفر وهو صاحي بدي افهم نفسي انت ايش بتاكل اكلت فول الصباح بس اكل فول ولا شيء تاني بتبلبعه شكلك انت مدمن والله لا ابلغ عنك ولا اعرفك ولا انت ولدي اعترف اقول لك والله ماني مدمن ولا حاجه يا ابوي الموضوع ما فيه لخبطه في النوم بس طيب ايش سبب لخبطه النوم يا حبيبي الساعه البيولوجيه انا اوريك يا بطاطس ابوي ليس معنا ابوك لو هتقول لي والله لازم نلقى حل لهالسهر يا عامر اي صح نحط حد للسهر ونعدل نومنا اول حل الاستراحه ما نطبها الا كل ويكند بعدين ترى شكو شكفته مو بنافعين اللي انفصلنا من دوامنا تقوله صادق يا محمد What do you need, sir? Two cappuccino. لا لا خليها اثنين عصير اسمع يا عامر من اليوم ورايح منبهات من بعد الساعة 6 ما فيه عشان ننام بدري لا يا شيخ وش نظام السبايك حقك نشرب عصير وننام بدري موضوع ما يمشي حيطلقها وتتوكل على الله لا حول الله يا رب ليه كده بس هي مراه السلام عليكم وعليكم السلام هلا والله بالأب البطل هلا كيف حالك يا ابو شو اخبارك حبيت الكعبة هنا ابوك الله يسلمك شلونك طيب انت خير الحمد لله خذ لك فنجان مهدات الزين لا لا يبقى هوا ما اشرب ممنوع عنها ليش منبهات اخاف تسهرني ولا اروح الدوام لا اشربك هوا هنا ابوك ولا نام ولا بالله العافية انا داري بس اني قلت بجرب جرب على كيف ما شاء الله وش المسلسل ذا زين هذا والله عجبني قاعد اطالع فيه اجل انا بروح انام عشان اقوم الدوام كيف الله يصلح مع السلامه حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام عامر اي والله عامر في البيت والساعه 9 وجاي بنام خلاص كفاية سهر تعبت من طول السهر وانتظاره أبستريح اليوم ماني بسهرة أشوان رابح ما يسمعس اسمعي خذي أيبادس واطلعي للصالة شوف فيلمس أوكي أبنام أنا حاضر من عيوني الله يديم عليك الصلاح والهداية يا رب تصبح على خير نوم العوافي اشغلتونا ما في استراحه الا الويكند والنوم بدري واخرتها ما كملتوا 4 ساعات الا انتوا جيتونا طيب وش اسوي من وين اجيب النوم سوينا اللي علينا وما توفقنا وش بتزينوا بدوام باتر ساعتين الحين ما عليك ولد العم نبي نروح مواصلين من الاستراحه على الدوام سيده ما دام كذا كفته راح اجيب له رقه خل ربع يا ورا دزه المطبخ ذا طلع طلع ورقة ذا هي خلاص نلعب حنا الأربعة صرفنا تعال تعال الحين أبي أعرف وراك جاي من الدوام بدري ترى باقي على البصمة ساعتين أنا أعلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامات عندكم نايمين هنا؟ لا بس أبد عشان ما يفوتنا الدوام ما شاء الله على الجد والكفاح والمثابرة بس تعرفون كم الساعة الحين؟
ليه؟ كم الساعة؟ علمهم، علموا المثابرين الساعة كم؟ الحين الساعة 3 العصر، احنا راجعين لبيوتنا. أما عاد! خير خير، وش فيكم؟ وش فيكم انتوا؟ ولا اشكالكم كذا؟ رايحين تهاوشون مع احد؟ ايش فيكم؟ لو سمحت، حنا جايين قبل الموظفين كلهم، حتى قبلك انت. ها قبلي انا، زين وبعدين؟ وقلنا ناخذ لنا غفوه بالسياره لين قبل ما يبدا الدوام، واتوقع راحت علينا نومه. الله اكبر، سيناريو جميل بس ما يمشي علي. اسمعني انت وياه، انا بيني وبينكم البصمه، اذا لقيتكم بصمتوا اهلا وسهلا، ما في بصمه يعني غياب. تفضلوا. ما ياخذك انت وافكارك. عادي نتغدى مع بعض. اقول تفضلوا برا. حب ابو خالي برا. سام سام. ما شاء الله، ايش قاعد تسوي؟ اشرب لبن. والله اوكي، انا عارفه انك بتشرب لبن، بس من متى يعني؟ من اليوم ورايح اشرب لبن، لان اللبن فيه خماير تسبب الخمول والاسترخاء مما يجلب النوم، علشان كذا اليوم تنجح خطتي وبنام بدري. ما شاء الله على الفلسفه حقتك. اجل بالعافيه عليك، ولا تنسى تمسح الشنب حقك. لا يا شيخه، مقهور انا ما عندي الشنب. تخيل يعني. اقول توكري بس. الحين اجيب النوم. ادب بيجي. صراحة وضعكم هذا فيلم طويل ما حيخلص. وأنا من رأيي أنكم تتركوا الوظيفة. لا يا شيخ، ما صدقنا نلقى الوظيفة، الحين تبينا نستقيل. طيب وش أسوات؟ حياتكم مقلوبة والنوم سمي لكم أزمة. الحل عندي بس بشرط، عامل يسويه ويطبقه. أبشر بعزك. تم. بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة ضدنا ورا ظهورنا وننساه شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة تنسى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب متفائل بدون قياس وصف حاجة جدا سهلة من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال دير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال دير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي أركب بديتي عنا شباب هلا والله بجورجيا يجي بالأدب لك هلا 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 وردة هلا وغاتي هلا وحبيبي شلونك يابا أهلا وسهلا نورت جورجيا والله من أنت تعرفون ذا
لازم تقول لك الكفته. تعرفه ما تعرفه انت. يلا يلا نرجع يلا. اقول ايش تبي يخلص علينا؟ حبيبي ترجمه سياحه. جايب غيره. ايش تبي يخلص علينا؟ يلا اوكي. وين شكش؟ سم. وين شكش؟ You are in my country, man. You must respect me. ايه وش الجملة يا طارق؟ ايه ايه وطايرت العجسها بهالبيت من الصبح تكنس وتنظف وتغسل وتطبخ ومسكينه مسكينه طاحت يدينها من الشغل. عاد شو وين امك؟ ادخل المطبخ وين امك؟ شغله ورا بس قاعد تاكل انت. واضح؟ اي واضح. وش كروتك؟ وش يلا ابلعها ابلعها يلا خشمت خشمت كلنا سلة السيف ما شاء الله سيف ما شاء الله. هو وش بلات انتي؟ خلنا نتأكد لا تسوي عملية تجميل بخشمها يطلع ولدنا أفغص أفغص أفطس أفغص أفطس. آها هذا اللي أنا أقوله من أول. البنت مغرورة وشايفت نفسها هالكلام قلته لأمكم أمكم أمك. يا جاهل حزة علمني رد عليك. الله يهديك بس يا وطارق. الله يهديك بس يا وطارق. أبو عامر ابو عامر صوت كل صبح ان شاء الله. الله يهديك بس يا ابو طارق. ممنون يا حتى تعمرنا شيء. سلامتك. مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك بيعلق يعني طاقة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم بوم. أوه يا الأهلي أوه أوه يا الأهلي أوه يا الأهلي أوه يا الأهلي أوه أوه يا الأهلي أوه يا الأهلي شباب المتفائل بدون نهاية حاجة تتسلى من الأساس نوفي الأجمل وقعد من حسب خيال. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خر الشباب بوم 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 شباب البوم هذا جواز قديم مرسومة على الشفاه نمرة حاجة ضربان يا الله للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجة تتسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي.
شباب البومب يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نطرق بيبان المستقبل إلى الزحام نسبح عكس الريح وننجح ولا لا ليل الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي. يقول لك هو فلوس ما عنده ولكن راح ينطيك قطعة أرض بمئتين ألف متر تسوى أكثر من فلوسك. أرض بمئتين ألف متر؟ إيه؟ يعني كنت هطلع دي أكسب بالله واجد ها؟ شوف أرض بمئتين ألف متر ممتاز فسيمة فسيمة إيه سي شكرا يا عمو يا حبيبي عيد يا ما شاء الله ما شاء الله كارفة من صباح الله خير يبا إيه طبعا نكرفها أنا أبيها بعد ما أنا 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 لكن شو سوي متحملها عشان قبلها على طول مش قبل قبلها إيه وصفا لطاري علش تسفيك صفا لطاري يا حبيبي يا كفتة راحت عليه أدري إنه خروف هذا هرش سديس لو تطبخ فيه ست ساعات مستوى بياخذ لحمكم وكهربكم وغازكم الله يجزاك يرحم والديك لا لا جت حلوة بس يا عامر دائما تنكبنا يا أخوي خلنا من دول اللي زرفونا ونروح ندرد يا أخي سلطان مكرم شو أمور أمك صحيح انطا كويس يا قوتي كويس انطا قد في كلام ثاني حرام عليك سكت يا اخي حرام لا تقرب يلا يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولون اسمي عامر لكن اسمي نور عساف اقولك اصبر يا اخي انتم شبيهين ثاني 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 اه خلاص متحمس يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولوا اسمي عامر لكن اسمي نور عساف والمثل يقول يخلق من الشبه 40 اكيد مشبهين علي لا يا شيخ اقول عيال فكونا من سوالف المفزره ها حركات بزارين وجني وقاعد يمشي خالي وقاعد يمشي خالي ايش تبي انت كمل تكفى يا عامر لا طريهم ترى يجون اقول خلاص امسك الضحك الحين ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها وش سالفة الشغالات اللي كل يوم كل يوم كل يومين منحاشين؟ اي والله انك صادق، كل يوم وكل يومين منحاشين. كل ثلاث ايام. على صوت جملة ثالثة كويسة. عايشين حياتنا ما بين الاخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب بوم 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 بوم. شباب البوم يا بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضربنا ورا ظهورنا وننساه. للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجة تتسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجة تتسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي اتردون المواجهة ترجل لرجل حلو والله حلو حلو
خلوا يفكون من يسوني شباب القوم دايما نطاقهم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة والفرسان شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نضرب في بان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا نام خير الصعبة تصبح سهلة والمرة حالي والمرة حالي نضرب في بان المستقبل إلى السحاب نسبح أكثر ريح وننجح ولا نام خير الصعبة تصبح سهلة والمرة حالي والمرة حالي أركب بديتي كل ساعتين وناخذ امك من الزواج طول عمرك بحواله يس جعد الحلقه اوكي المرحله حقك الجهاز ايه حقي ما شاء الله عليك كويس بدق على الوالد يلا هذا اكس المفروض ذا طال عمرك يلا عجل علينا نهيد وتراك منرفزني اكثر من حمد الله شكرا الله يا عامر لا اله الا الله 5000 لا اله عفا عليك هاي ذري بره لبكره لا والله بكره ذري زعلت والله نزعل زعلني لا عيد من اول والله والله من اول احسن من اول هيا اكشن ياسر العشاء مره ثانيه في سوا اكشن ياسر العشاء كمان مره في سوا اكشن ياسر العشاء في سوا اكشن ياسر العشاء ياسر ما في مشكلة أنا أعطي 200 ريال بس ما في يركب حصان بعدين ما في يسوي كذا حركات البس كذا ما البس كذا بعدين عيد يلا مرة ثانية تبلا لا أنت تبلا أنت لسه يلا كبروا لي أن أكون من المستوصفين في سفري سمتريين أكون سمتري كوبوي نو موف طلع مسدسات ارجع عشان باقي لا اول شيء نو موف عشان بقول لك ايش المسدسات الكبيره يلا كوبوي نو موف نو موف كوبوي نو موف نو موف يا اخي نو موف يا اخي 5 4 نو موف شباب البوم دايما تلقاهم عنوان بالخير والوطن الفخر والعزة هم فرسان
احنا الشباب المتفائل بدنيا وصعب هدف تنسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسن خيالي حسن خيالي وين اموت وين اموت يا رايكي وصعب هدف تنسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسن خيالي حسن خيالي شباب البومب يا ناكل شرح بالواحد بعدي روعي بقرب الخير ووطن والفخر وتحساهم فرسان نطلق في باقي المستقبل الى السحاب نسبح حسن ريح وننجح ولا لا بدير الصحبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي نطلق في باقي المستقبل الى السحاب نسبح حسن ريح وننجح ولا لا بدير الصحبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي اجل تكون فطح ها؟ يا ولد وسدى وسيك وسدى ما يحتاج لك بومبي وانبي بومب يعني طاقة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البومب يا ضحكة والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة ضرنا ورا ظهورنا وننساه شباب البومب دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا الشباب المتفائل بنكم وبن من عامل يا تبدلين حنا الشباب المتفائل بدون قياس وصعب حاجة تنزل يا مناحي لا الله ثم هالبطل وربعه ما صدينا العدو والحين انتم ضيوفي ها والمحل ما ولا ما كان صدينا العدو لا ايوه لا بس انا ما حسيت عز الله انها ثلجت قلوبنا وانبسطنا والله لا الله لاك يا وش اكشن ما شاء الله يا شيخ عز الله انها اذلجت قلوبنا يا مناحي اضحك عليك اوكي عزل الوجه من اللي يضحك عزل هم بسطنا ثلجة قلوبنا قمنا براب جو 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 براب يو ار سمايلينج فور جو 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 هيز لوكينج يس بيكوز كاركتر ذس اوكي جو بس جو 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 سي براب والله جو يا مناحي يا شباب خلنا والله يا اخي يا شيخ لا تذبح العنزة الحين نشب من حليبها كاد بس دقيقة بس الولد بعيد خلك معلش يا اخوان ترى اللوكيشن خلاص كثرنا يعني القطة دفعنا لك يا كل زي كل شهر يعني هذا يقول لك اقول متشنع كلام هذا يلا فاين جوال مقفل غريبة ما هي من عوايد شوف وش يقفل جواله يمكن انه مات يا اخي اذكر ربك انت وجهك وش اللي مات وما مات لانه اي واحد يقفل جواله عندي احساس انك تعيده عندي احساس انك تعيده يا غشم يا حق غشاش يا غشم يا حق غشاش يا حكم يا غشاش يا غشم يا حق ذا يا غشم وش يا غشم ذا شتا وزي بشواتا مو يتصلح ها 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 ها
شباب اللعبة بوم 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 شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان عايشين حياتنا ما بين الاخوه والصداقه بس كثر الدلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمه دايما مرسومه على هالشفاه نرمي كل حاجه ضدنا ورا ظهرنا وننساه شباب البوم دايما للطاقه هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزه هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزه هم فرسان احنا شباب المتفائل بدون نياز وصف حاجه تتسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا شباب متفائل بدون نياز وصف حاجه تتسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي بوم 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 شباب البوم يا الوطن والفخر والعزة هم فرسان نطرق في بان المستقبل إلى السحاب نسبح أكسر ريح وننجح ولا نهال دين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي نطرق في بان المستقبل إلى السحاب والثاني الله يجيبه حيو كفتة حيو كفتة أيهم حيو كفتة عيال الخمط هذا كفتة ولا ذا يا حاجة عجيبة إذا حاجة تعرف تخليني المستقبل الى السحاب نسبح اكثر ريح وننجح ولا نهال غير الصعبه تصبح سهله والمره حالي والمره حالي نطرق ببال المستقبل الى السحاب نسبح اكثر ريح وننجح ولا نهال غير الصعبه تصبح سهله